أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد. نعود لاستكمال الجزء الثاني من الحوار مع الدكتور حسن حماد. أهلا بك يا وأهلا دكتور. وسهلا بك. وبعود السؤال اللي كنت سألته لحضرتك في نهاية الحلقة، ويمكن حضرتك قلته في أحد الحوارات، إنه المسلمين بيؤمنوا إيمان راسخ بأن دينهم هو الصحيح، وإن الأديان اللي سبقته تعرضت للكثير من التشويه، وإن ده بيخلي المسلم يشعر بنوع من الاستعلاء. بسأل حضرتك، مش ده هو شعور كل صاحب دين؟ وليه يتم إلصاق التوصيف ده بالمسلمين فقط دون غيره؟ يعني برضو لأنه كل صاحب دين عنده إحساس إنه هو دينه هو الصحيح. هو الفرق في حاجة بسيطة جدا، يعني إن اليهودية والمسيحية لأنهم يعني ديانات معتنقة أكثر في الغرب، يعني هذه الديانات تعرضت لعملية نقد وهدم ورفض في داخل ثقافاتها بصورة كاملة. وبالتالي يعني هالة المقدس بتاعت المسيحية أو اليهودية والمسيحية قلت كتير. دي نقطة. نقطة تانية إنه اليهودية لا تزعم أنها، أو أصحاب الديانة اليهودية لا يزعموا إنه كلامهم يعني كلام مباشر بتاع ربنا. والأناجيل طبعا تعلم إنه الأناجيل في أناجيل كتيرة جدا. وبالتالي لا يوجد يعني هذا النص الذي يمثل كلمات الله. لأنه معظم يعني، وده خلاف طبعا مهم جدا، وبرغم إنه يبدو إنه شيء ترفي لكن مهم. إيه هو بقى؟ إنه أهل السنة ومعظم المسلمين يعتقدون أن يعني أن كلام الله قديم، أن القرآن يعني كلام قديم. قديم يعني إيه؟ يعني إنه كان موجود في اللوح المحفوظ وموجود في العقل الإلهي، وتم يعني إيه تجسيده، اللي هو الخلاف أو المعتزلة وتجلى من خلال الرسول محمد. واخد بال حضرتك؟ المعتزلة هي الوحيدة اللي بتقول، يعني بتقول رأي مغاير، بتقول إنه القرآن كلام مخلوق. يعني إيه مخلوق؟ يعني إنه محدث، يعني إنه مرتبط باللغة العربية بالذات، وإنه جاء في لحظة تاريخية وزمنية ومكانية محددة. فطبعا رؤية المعتزلة رؤية ثورية جدا يعني، وتتيح لأي يعني لأي مفسر للنص أن يفهم النص بطريقة عقلانية، وأيضا يستطيع أن يؤول النص. لكن تجد أنه الفريق المسيطر أو المهيمن أو التيار المسيطر هو التيار الأصولي، أو اللي بنسميه السني أو السلفي. هذا التيار يتعامل مع النص كما هو، حتى في فكرة الشر اللي احنا بنناقشها في هذه الأونة بخصوص الزلازل وكده، يقول لك الله يخلق كل شيء، الخير والشر. المعتزلة قالت لا، الله يخلق الخير فقط يعني، ودي اللي حتى بيسموها عند اليونان السيوديسة، أو اللي هي إيه، العدالة الإلهية، أو اللي سموها المسلمين العناية الإلهية، إنه الله مسؤول عن العالم وإنه لا يخلق الشر. ده بالنسبة للمعتزلة. لكن بالنسبة للطيارات الأخرى خاصة أهل السنة، لا، بيقولوا إن الله يخلق كل شيء، فهو صاحب إرادة مطلقة، وبالتالي هو يتعامل مع النص كظاهر، يعني لا حتى لا يجرؤ على تأويل النص. هذه الفكرة متجذرة طبعا في الوعي الجمعي الإسلامي، وبالتالي دائما المسلم ما يشعر أن كتابه هو الكلمة النهائية، هو النص النهائي، وأن بقية الديانات محرفة، لأنها يعني إما أناجيل كما هو الحال في المسيحية، أو الصحف الخاصة بالتوراة. فدائما ما ينظر إلى هذه الكتب على أنها كتب يعني ليست مقدسة بالمعنى الدقيق، أو الديانات الأخرى يعني، أو أنها أقل. لا طبعا الديانات الأخرى حدوتها تانية، لكن أنها أقل. هم يعني المسلمون لا يعترفون بالديانات الأخرى، باعتبارها أنها نوع من الأساطير، أو نوع من الديانات الإنسانية التي ترتبط مثلا ببوزة، بزرادشت، إلى آخره يعني. فهذه هذا الاعتقاد أدى إلى نظرة أنا أسميها اصطفائية، أن أنت تحس أن أنت يعني المصطفى
أو المختار من قبل الله لتبليغ هذه الرسالة. وهذه الرسالة تتسم لدى المسلم بأنها رسالة كاملة ونهائية، وأنها تمثل الكلمة المقدسة الوحيدة. فكرة الاصطفائية بتخلق فكرة النرجسية، اللي هي أن أنا أحس أن أنا يعني مركز العالم، وأن أنا يعني أنا اللي هدخل الجنة وأنا الأقرب إلى ربنا. القضية بقى الأخطر أنه هذه المسألة تسربت إلى الدين الإسلامي نفسه. فكرة الفرق الإسلامية، فكرة الحديث الخاص بالفرقة الناجية. كل طيار بيعتقد أنه الفرقة الناجية، يعني الإخواني يعتقد أنه ينتمي للفرقة الناجية، اللي في حزب النور بيعتقد أنه ينتمي للفرقة الناجية، اللي في التبليغ والدعوة بيعتقد أنه يمثل الفرقة الناجية، الشيعي يعتقد أنه يمثل الفرقة الناجية، السنة عموما يعتقدون أنهم يمثلون الفرقة الناجية، وهكذا. يعني تجد أنت يعني أصبحت قدام أطياف لا حدود لها. الرجل اللي بينتمي لداعش أو بوكو حرام بيعتقد هو أنه ينتمي إلى الفرقة الناجية. هذه النظرة اللي هي النظرة الاصطفائية أدت إلى إقصاء الآخر، أي آخر، حتى الآخر المختلف معك في الدين. يعني جماعة الإخوان تعتقد أن عموم الشعب المصري على ضلال، يعني فكرة التدين الشعبي اللي احنا أحيانا بنتغنى بيها وبنقول أن التدين الشعبي غير متعصب ولا يفرق بين الشيعة والسنة، بدليل أنه يعني الناس بي 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 بيروحوا يزوروا سيدنا الحسين أو إلى آخر. لكن الإخواني ينظر إلى هذا الشعب على أنه شعب مضلل وشعب جاهل، زي ما قال سيد قطب في كتابه معالم على الطريق، أن كل الثقافات المغايرة للجماعة التي تتبنى هذه الفكرة هي أمم أو ثقافات أو حضارات ضالة وجاهلة. يعني معلش يا دكتور، كنت عايز أسأل حاجة، كيف يمكن أن نجعل المسلم في ضوء الفكرة اللي حاجة بتقولها يتقبل الآخر، يبقى فيه قبول سهل للآخر، وفكرة الاختلاف في العقيدة أو يعني بما أنه حيك شايف أن دي مشكلة وهي مشكلة حقيقية، ويمكن دي بتبدو في كثير من القضايا، كيف يمكن تمرير فكرة أن أصحاب العقائد الأخرى لهم الحق في القبول أو انتفاء فكرة الدين الحق؟ ما دي حضرتك دي ثقافة، الثقافة علشان تتغير بتاخد وقت، ولازم يعني النظر إلى المسألة بنوع من الثورية، بمعنى أنك لازم علشان تغير هذه المفاهيم أنت تاخد وقت طويل يعني. وتغييرها لابد أن يتم من خلال يعني إفساح المجال لنقد الخطاب الديني بشكل حقيقي، زي ما حصل في برضو في الشعوب التي وصلت إلى سن النضج يعني في أوروبا، أنهم وصلوا ده من خلال فكرة أنه بقى عنده الجرأة أنه يفكر زي ما قال كانت دون خوف يعني، أو يفكر دون يعني دون أفكار سابقة. فهذه الجرأة هي مطلوبة، طبعا مطلوبة أنك أنت لازم يعني مثلا مادة زي الفلسفة مطلوبة أنها تدرس للطلبة من أول ابتدائي لغاية الجامعة في كل المراحل، لأنه أنت محتاج لهذه الجرعة من التفكير العقلي، محتاج أنه تدرس للشباب وللطلبة في المدارس وفي كل مكان التفكير العلمي، إزاي يفكر بشكل علمي. محتاج أن أنت لا تضع أي قيود على مناقشة القضايا الدينية، لكن طالما أن أنت بتضع خطوط حمراء أو تضع خطوطا حمراء على التفكير وعلى النقد، إذن لن يحدث أي تغيير وسيظل الحال على ما هو عليه. لكن فكرة مقارنة الأديان مهمة جدا، لأنها بتفتح المجال أن أنت تشوف يعني كيف ممكن تلقى في يعني في البوذية مثلا التقاء مع المسيحية، التقاء مع بعض الأفكار الموجودة في الإسلام، فتشعر أنه لا، أن أنت مش لوحدك، أن أنت اللي بتستحوذ على الحقيقة المطلقة، لأن العنف بيبدأ أو التطرف يبدأ من هذه الفكرة، فكرة أن أنت حضرتك تعتقد أنك
بتستحوذ على فكرة مطلقة. أيوة. وإنك بتستحوذ على الديانة المطلقة والديانة الصحيحة بإطلاق. أيوة. وإنه أي حد تاني حتى لو مختلف عنك في بلاش في الدين في المذهب يعني إنك تعتقد إنه ده أقل منك تدينا يعني. أيوة. فهي الخطورة بتبدأ من هنا، من فكرة أن يظن المرء واهما أنه يملك أو يمتلك فكرة مطلقة، ودي اللي بنسميها دوغما. دوغما يعني عقيدة جامدة أو جمود. عادة ما يسيطر أو ما تسيطر هذه الدوغما على معظم الممارسات. دي موجودة في زي ما بقول لحضرتك في الخطاب الإعلامي، في الخطاب التعليمي، لأنه يعني لم يزل الطلاب يتلقون يعني نفس الأفكار التقليدية لنا وحضرتك كنا بنتعلمها في المدارس، وبالتأكيد أنها أثرت فينا يعني. يعني لولا أننا يعني حاولنا أن نبني أنفسنا بصورة مختلفة وبصورة مغيرة، وقرأنا وانفتحنا على الآخر، لولا أننا استطعنا أن نطرح هذه الأوهام وأن نتخلص من هذه النرجسية، وأن يعني ننظر إلى أنفسنا على أننا ديانة من ضمن الديانات، من آلاف الديانات الموجودة في هذا العالم. فدي مسألة مهمة جدا، لكنها تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى رعاية مؤسسات. يعني طبعا البرامج اللي زي اللي حضرتك بتعملها دي ممكن يعني تعمل حاجة، يعني ممكن تعمل دوائر في المياه الأسنة، لكنها مش هتغير. التغيير لابد أن يكون يا إما تغيير من خلال مؤسسات الدولة أو تغيير من خلال جمعي، تغيير جمعي يعني. بغير كده لا، لأنه أنا دايما أقول يعني أنه أي فكر يحتاج إلى سلطة، إما سلطة الجماهير نفسها أنها تتبنى الفكرة دي وتبتدي ترعاها وتتبناها، أو سلطة السياسية نفسها، أو سلطة المال، لأنه بالتأكيد أنه سلطة المال مهمة جدا في الترويج لأي فكرة يعني. رغم أن حضرتك في كتابك والكتاب الرائع الصراع بين الفلسفة والسلطة، حضرتك أشرت إلى أن السلطة السياسية بتوظف الدين لخدمة مآربها على غير ما تشير حاليا، فمش عارف هل في لا ما في نقطة الـ 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 القمع الديني بيساعد على القمع السياسي. يعني فكرة ان الانسان الخاضع المسوشي او المزوكي اللي بيتلذذ بانه يبقى معذب، وانه يقول لك خلق الانسان في كبد وفي ألم وفي معاناة، بيتحمل المعاناة، واخد بال حضرتك؟ واحيانا الحاكم في بعض المجتمعات يستخدم الخطاب الديني من اجل ترويض هذه الجموع والسيطرة عليها. أيوة. وده حتى موجود من أيام التاريخ الإسلامي، يعني فكرة سيطرة، فكرة أن الإنسان كالريشة في مهب الريح، وأنه ربنا كتب علينا أنه السلطة دي هي اللي تبقى موجودة، أن الخليفة ده هو اللي يبقى موجود خلاص. لأنه خاصة لو كانت السلطة دينية أو شبه دينية بتصبح خطيرة جدا. لكن الدين بيلعب دور كبير قوي في ترويض الجموع أو ترويض الجماهير، إنها تبقى مستكينة، إنها بترضى بأي مستوى من الحياة. حتى فكرة فكرة الجنة هي فكرة معزية بالنسبة للفقراء وبالنسبة للتعساء، لأنه بيتحمل أي حاجة، ودي موجودة حتى في المسيحية وفي الإسلام، انه كل ما بيزداد الالم انت بتحس ان ربنا بيختبرك، وانه بتحس انه ده يعني ان انت ممكن تكون يعني العبد الفقير الى ربه اقرب من الغني. مثل هذه المفاهيم يعني بتخدم الرأسمالية وبتخدم الاستبداد بالمعنى السياسي، لانه انت بتلقى واحد جاهز يعني ما عندوش قدرة على التمرد، ما يقدرش يقول لا. أيوة. لانه مساله الشكل معين من اشكال التدين يجعل الانسان متقبلا للسلطه، ويجعل الانسان يمارس ما يسمى في لدى الجماعات الاسلاميه بالسمع والطاعه، انه
يعني يطيع الأمر. طبعا دي مسألة يعني مريحة جدا لأي سلطة يعني واخد بال حضرتك. فبالتالي يعني الدين بي 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 بيلعب دور كبير قوي 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 في خدمة القمع بمعناه أو بصوره المختلفة. هل ممكن القول بتوظيف متبادل؟ الدين بيوظف السلطة والسلطة بيقول طبعا في 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 ده موجود. لكن النقطة اللي بقولها إنه إن السلطة السياسية ممكن تخدم التنوير، لأنه لو الحاكم أي حاكم ينظر إلى المسألة نظرة بعيدة جدا يعني. ولنا في الرئيس مبارك رحمة الله عليه أسوة حسنة يعني، بمعنى إنه مبارك كان سايب الشارع والجامعات والنقابات للمين؟ للإخوان والسلفيين، وكان يعتقد أن القبضة الأمنية كافية وأنها تستطيع أن ترد عنه أي ثورة أو أي تمرد أو أي احتجاج. المسائل فلتت منه يعني، ويمكن في انتخابات عايز أفتكر لك تقريباً يعني مش فاكر دلوقتي، لكن في احد الانتخابات اللي هي سبقت انتفاضه 25 يناير، الاخوان خدوا حوالي 80 كرسي، 88 وكان في شبه تحالف ما بين جمال مبارك وما بين جماعه الاخوان، واخد بال حضرتك. فاللي متغطي بلغه الشارع يعني، اللي متغطي بهذه التيارات عريان، ولا تأمننا شر هذه الجماعات لأنها ممكن تنقض عليك في أي لحظة. أيوة. يعني التحالف مع هذا التيار أو أنك تفرح أنه الجموع يعني مسيسة بخطاب ديني تماما أنك قادر تسيطر عليها، لا، ممكن ده يتحول إلى زي ما حصل بالضبط أنه 25 يناير قام بيها في البداية شباب جميل جدا وبعض المثقفين وبعض الفنانين، ثم تحولت في النهاية أو أصبحت في قبضة من يمتلكون الشارع والمال والتنظيم اللي هي جماعة الإخوان. وهذا المشهد على فكرة خطر يعني. أنا يعني يمكن وإحنا بنتناقش قبل ما نبدأ بقول لحضرتك أنه برغم أنه جماعة الإخوان انتهت كتنظيم في مصر لكنها ما زالت موجودة في العالم يعني، لكن يعني عناصرها وخلاياها النائمة موجودة في معظم مؤسسات الدولة، والشارع لم يزل تحت هيمنة التيار السلفي والإخوان المسلمين. ودي مسألة خطيرة جدا لأنها يعني تمثل مصدر خطر. أعود يعني العقل العقل وحداثة العقل والفنون، قوة مصر النعمة، الأغنية، السينما، مسرح، الثقافة، خد بال حضرتك، دي على فكرة حماية للسلطة يعني، ليست ضد السلطة، لأنه ليس هناك من هو أخطر من هذه الجماعات. يعني أنت لو صحفي وبتنتقد السلطة ما فيش مشكلة، لأنك في نهاية الأمر أنت رجل وطني، لن تجرؤ أن أنت تقول أن الوطن حفن التراب، لكن الآخر يقولها لأنه لا ليس معنيا بالوطن، هو أي مسلم في أي عالم هو ده الوطن بتاعه يعني. طب على ذكر العنف اللي حضرتك أشرت لي يعني، يهمني هنا في الحوار أستجلي من حضرتك نقطة مهمة حضرتك أشرت ليها، وأتمنى يكون كنت قلت حضرتك أنه كلمة قتال أكثر حضورا في القرآن، وأشرت أنها وردت أكثر 170 مرة، وكلمة جهاد وردت بشكل أقل، وحتى لما جت بتأتي مشروطة. ده بيذكرني بموقف للمفكر الراحل محمد أركون أشار فيه بشكل شبه واضح إلى ما يعتبره أن سورة التوبة هي مصدر العنف في الإسلام. يعني إلى أي حد يمكن نسبة العنف على المستوى الفكري إلى الإسلام؟ وهل تحمل هذه الرؤية نوع من يعني من الصحة؟ هو طبعا الـ يعني أنا بأدعو إلى فهم النص القرآني فهما تاريخيا. يعني فهم تاريخي يعني أنه ارتبط بواقع معين وبظروف معينة.
لابد من تأويل النص وفق هذه الرؤية. والنص في جملته يعني أنا لست ميالا لأن أنا أخذ آية أو أقتطع صورة وأقول إن هي دي اللي هي بتجسد العنف وأنها مصدر الإرهاب. لا، يعني المسألة ليست بهذه الصورة التبسيطية، لأنه الأفكار وحدها والنصوص وحدها لا تغير الواقع سواء بالشكل السيء أو بالشكل العنيف أو غير العنيف يعني. ولكن هو لو تلاحظ أن التاريخ الإسلامي هو تاريخ دموي، يعني تقريبا كل الخلفاء ماتوا مقتولين يعني، فيما عدا يمكن يعني أبو بكر. بيبقى في أليس في ذلك مبالغة؟ يعني أبو بكر علي لم يمت، سيدنا لم يمت مقتولا يعني، لكن معظم بلاش نقول كله، معظم الخلفاء ماتوا مقتولين، واخد بال حضرتك؟ فده دليل على انه الصراع على السلطه حتى كان بين الاخوات يعني. يعني في امثله كتيره طبعا، لو حد عايز يرجع يعني. فهنا هذا التاريخ هو تاريخ للاسف مكتوب بالدم يعني فبالتالي العنف ده جزء من بنية التاريخ يعني. فأنت علشان هل هو جزء من بنية الدين ولا بنية التاريخ كممارسة؟ يعني عشان هو يعني طبعا في جدلية يعني في جدلية ما بين النصوص وما بين الواقع بالتأكيد يعني. يعني ال- 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 النص ليه تأثير طبعا على الواقع، واخد بال حضرتك؟ يعني في جدلية موجودة يعني، لكن هي الخطورة في استمرار ده يعني أنا لا أناقش الماضي فقط، ولكن الخطورة في أنه نحن نبقى الماضي بالنسبة لنا هو الحاضر وهو المستقبل، وده اللي بيحصل يعني. الفكرة الأصولية هي العودة إلى الماضي، العودة إلى النص، العودة إلى السلف، هي دي اللي بتسيطر. وبالتالي أنا بقول هذه العبارة يعني اللي ممكن نختتم بها هذا اللقاء، إنه الموتى يحكموننا من خلف شواهد قبورهم يعني، للأسف يعني. طب سؤال أخير بعد إذنك، يمكن أنا برضو لأنه من يعني في إطار الجدال، وده شيء أعتبره أنا صحي يعني، مش يعني هناك اتهام لبعض الأصحاب الرؤى التي تنطلق من سياق علماني بأن في قدر من التحيز ضد الدين يعني. فأنا هنا أستعين بمثال قد يكون صحيح أو قد يكون غير صحيح، وحك أشرت في كتاب الكتاب اللي أنا أشرت له، الصراع بين الفلسفة والسياسة، إلى بين الفلسفة والسلطة. قلت أن النقد الغزالي للفلسفة مثل هدم للفلسفة، وخدت دواء كنوع من الدور السلبي للغزالي. في نفس الوقت حك أشرت لسياق التجربة الغربية، واستعنت بنموذج ويليام أوكام، واعتبرت أن نقده للفلسفة أضاف للفلسفة ولم يهدم. يعني إزاي نوفق ما بين يعني هنا نقد وهنا نقد، في حين أنه حيك اعتبرت النقد الأولاني هدم والنقد الثاني بناء؟ يعني ألا يمثل لأنه مجال لأنه الغزالي كفر الفلاسفة باختصار يعني. يعني هو لم يقدم حتى تفسيرا دينيا للفلسفة، لا ده كفر الفلاسفة. وأنا في رأيي أنه الإرهاب الحقيقي بيبدأ من هنا، بيبدأ هنا في الدماغ من التكفير. يعني أنا لو قاعد معك وبنتناقش وقلت أن الدكتور مصطفى ده كافر، ده إرهاب. ليه؟ لأنه كلمة الكفر نفسها طبعا هي كلمة الكفر في المعنى اللغوي بسيطة جدا يعني، لا أنه يغطي أو يقمص يعني، هي معناها حتى مش مخيف يعني. لكن في السياق الممارسة معناها مخيف يعني. لما تقرأ مثلا فتاوى ابن تيمية عن الكافر، أنه الكافر لا يجب حتى يستمتع بالحياة، بنعم الحياة لا يجب أن يستمتع بها. هو مواطن مش من الدرجة الثانية، ده من الدرجة يعني مش مواطن، مش إنسان يعني، هو يسقط عنه إنسانيته. فدي الخطورة يعني خطورة الفكرة، تهمة التكفير. كتاب حق ذهنية التكفير يعني. فالتكفير بيهدر إنسانية الإنسان يعني، بيسقط عن الإنسان إنسانيته، وبالتالي يجعله مباحا يعني. معظم يعني واحد زي الدكتور فرج فودة الله يرحمه، لما اتهموه بأنه كافر خلاص أنت عريته يعني، أصبح مباح لأي تافه ولأي إرهابي في الشارع أن يقتله بهذا المعنى يعني. وهذه التهمة خطر جدا يعني.
يعني مجرد ما واحد شيخ قاعد في زاوية في مسجد من المساجد اللي هي اللي تحت السلالم دي اللي هي غير شرعية وأفتى إنه فلان ده كافر خلاص خلصت يعني. طبعا السوشيال ميديا بتمارس هذا الدور يعني ممكن لو أحد المشايخ طلع كفر سين من الناس خلاص انتهت يعني. فهي دي الخطورة يعني خطورة التكفير إنها تهمة قاتلة وهي الإرهاب الحقيقي. كيف يمكن الخروج يا دكتور من الحال؟ لا أنت كنت بتسألني على حاجة معلش قبل على جزئية الغزالي الغزالي فالغزالي خطورته أنه هو كفر الفلاسفة يعني هو لا يختلف في هذا عن يعني عن مثلا ابن تيمية أو ابن حنبل هو يمضي في نفس السياق الفكري وللأسف أنه هذا التيار هو المسيطر على تاريخ الفكر الإسلامي والعربي حتى هذه اللحظة يعني حتى المشايخ في المنابر يعني يتحدثوا عن يقول لك شيخ الإسلام ابن تيمية يعني ولا لا, لا 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 يجد أي لا يجد أي حرج يعني في أنه يتكلم عنه باعتباره أنه شيخ الإسلام واخد بال حضرتك وحتى بعض كبار رجالات الأزهر كانوا بيتكلموا عن سيد قطب وحسن البنا بشكل من التبجيل يعني فللأسف أنه هذا الخطاب هو الخطاب السائد الخطاب العقلاني تم إقصاؤه بدءا من المعتزلة لغاية الفلاسفة الكندي والفارابي وابن سينا وابن رشد تم إقصاء هذا التيار حتى التيار الفلسفي أو الصوفي الفلسفي الممثل في ابن عربي وابن الفارض والسهروردي والحلاج هذا التيار العظيم اللي هو يعني بيجرد أو بيحرر الخطاب الديني من يعني من طبيعه العنيف هذا يكفر أيضا يعني يعني السهروردي دائما نقول المقتول الحلاج المقتول أو المصلوب وهكذا يعني أو الذي تم تكفيره وحتى تكتمل الدائرة أنت لو رجعت للعلماء المسلمين اللي احنا أحيانا لما نحس بإفلاس نقول لا ده احنا كان عندنا ابن الهيثم الحسن ابن الهيثم والخوارزمي ومعرفش وكذا تجد أن هؤلاء أيضا تم تكفيرهم في كتب التراث الديني فإذا مما تستمد هذا النور يعني إذا كان في ظلامية موجودة من أين نأتي بالنور هل يمكن في هذا الظلام يعني في يعني انا اللي بسالك بقى يعني انا بسال يعني هل ممكن تكون يعني من اين ياتي شعاع الامل او النور في ثقافه قضت على كل مصادر الامل والتنوير والعقلانيه حتى على فكره من نسميهم برواد عصر النهضه في العصر الحديث لا علاقه لهم لا بالنهضه ولا بالتنوير ليه لانه معظمهم كانوا يعني زي محمد رشيد رضا أو جمال الدين الأفغاني رجال دين في نهاية الأمر يعني محمد عبده محمد عبده يعني لديه بعض الإشراقات لكن هو في نهاية الأمر هو رجل دين يعني لكن لم تجد في داخل هذه الثقافة خطابا تنويريا عقلانيا علمانيا حقيقيا هل ترى الحل فيما يدعوه البعض بعلمنة الإسلام رغم أن أنا عارف موقف حقيقي لا يعني هو طبعا ده مصطلح متناقض لا يعني متخاصم مع بعضه البعض يعني يعني بعضه يمزق بعض يعني على رأيي كي بما أنه دول طرفي نقيض وموجودين على الساحة كيف يمكن التوفيق في لا يعني أصل لأنه الأمور لا يمكن أن ليس هذا توفيقا ليس هذا توفيقا ولكنه تلفيقا لأنه الخطاب الإسلامي له قدسيته وله احترامه بعيد عن الخطاب العلماني الخطاب العلماني هو خطاب بيتكلم عن أن السلطة للشعب بيتكلم عن ثقافة العقل بيتكلم عن الحرية الفردية بيتكلم عن انه خطاب حداثي انه بيعمل يعني لا يجعل الماضي هو المسيطر على الحاضر او المستقبل ليه ملامح يعني فطبعا هذا الخلط او هذا التوفيق تلفيق لكن لا علاقه الاسلام له ملامحه الخاصه تستطيع ان يعني تستخرج من الثقافه لانه طبعا الثقافه ليست ملكا لاحد يعني بمعنى انه تستطيع ان تستخرج من التراث الإسلامي
مصادر مشرقة. يعني محمد عبد الله رجع إلى حد كبير للمعتزلة يعني، أو كان بيحاول أن يقدم خطابا عقلانيا. فأنت ممكن ترجع للفلسفة، ممكن ترجع للمتصوفة الإسلام اللي هم الفلاسفة يعني، يعني مش التصوف بالمعنى الطرق الصوفية، دي حدوتة تانية غير اللي نتكلم فيه، واخد بال حضرتك؟ لما نرجع لهذا التراث ممكن نستخرج منه كنوز، واخد بال حضرتك؟ لكن المشكلة إنه السائد أو الثقافة السائدة هي ثقافة ضد ده. المشكلة إنه إن هذه المحاولات هتبقى محاولات فردية، زي ما عمل مثلا بعض الناس يعني حسن حنفي طبعا، ما يعني أنا بحبه لكن بختلف معاه، لكن محمد أركون مثلا، مش عارف الجبري، يعني في بعض المفكرين المعاصرين حاولوا ده يعني. يعني عبد الرحمن بدوي ليه كتاب كتيب صغير اسمه الإنسانية والوجودية في الفكر العربي، بيحاول يبين، وليك والله يرحمه زكريا إبراهيم ليه كتاب عن أبو حيان التوحيدي بعنوان كده أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء. ده تراث، وتراث يعني تراث إسلامي، يعني بمعنى أنه ينتمي لحضارة الإسلام، واخد بال حضرتك؟ لكنه غير مقبول لا على المستوى الشعبي ولا على المستوى الثقافي الرسمي. وبالتالي كل هذه المحاولات هي محاولات فردية تضيع أدراج الرياح، أو بتزروها الرياح نتيجة أنها أنه التيار المضاد أقوى. كل أمل أن يكون هذا الحوار حجر في البحيرة الأسنة كما ذكرت، وسعيد بهذا الحوار، والوقت مضى دون أن نتناول كل القضايا محل التساؤل ومحل الجدل. أشكر حقيقة جدا، أنا لا أشكرك، أتمنى أن يكون لنا لقاء مقبل لنستكمل ما نقص من قضايا إن شاء الله. شكرا، شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حوار مقبل مع ضيف آخر إن شاء الله. شكرا جزيلا، السلام عليكم.